السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب، أبغيكم تركزوا معي في هذا المشروع الجميل، مشروع من ولاية شناص متواجدين في شاطئ الدهاريس. هذه المعروفة في ولاية شناص، وما شاء الله تبارك الرحمن دائما ما تدعم الفقراء والأسر المنطقة. اليوم واجب علينا أن نحن نوقف معها بصراحة. مشروعها جدا جميل وحركة معها في شاطئ الدهاريس على طول من بداية الشاطئ. الحين بوصف لكم المكان، انا موجود حاليا في شاطئ الدهاريس، هذا الشاطئ وانت جاي من الشارع العام على طول. حياك بتجيكم هذه اللائحة، شاطئ الدهاريس. مسكينة مبندة اليوم من قطع الكهرباء عنها، ما اعرف في شوط او حاجة، هي بجانب الزعيم. تمام، خلوني اخبركم ايش المشروع اللي عندها، وارجوكم اللي يجي الدهاريس حيك. المهم يا جماعة خلوني أخبركم هذه المرة إيش تقدم من الأكلات العمانية وأكلات البيت. المشروع اسمه مستر قبقب أو قبقب، برجر ومشاوي وشغل بيت، وعائلته هنا موجودين وأخواتها أيضا هنا موجودين. طبعا إذا تبغى دائما يقول لك والله أنا جاي خريف ظفار أبغى أكل البيت، أو البداية إذا تبغى تتحلى اللقيمات موجودة معهم، الدونات، دونات هالشناص، روح. هذه عاد ما عرفتها، هذه ايش؟ هذه ما اعرفها، وايش اسمها؟ والله انا ما عرفت اسمها. اذا بغيت تتحلى القروص، البسبوسة، السويتات ايضا، البلاليط، السمبوسة ايضا موجودة بالجبن. هذه اعتقد اللولا. زين، الحلو خلصنا من هذا الشغل البيت، تعالوا على المشاوي. المشاوي طازجة، إذا بغيت اللحم موجود، وإذا بغيت البرجر موجود، وإذا بغيت الشاي على الفحم أيضا موجود. لذة الشاي على الفحم طبعا غير عن لذة الشاي على الغاز. فشوف يا الله، واضح أنه طازج. سوي لي وحدة، هذا لحم ولا دجاج؟ لحم، سوي لي لحم. زين، تكفيني وحدة. زين، وش اسم المشروع؟ اسمه في قبقب. مشكلة انه ما شاء الله الاستراحة او هذه الخيمة مغطية. في قبقب. السلام عليكم، كيف حالك؟ هذه الكابينة موجودة بتشوفوها على الشارع، هذه اللائحة مستر قبقب او قبقب. زين، طبعا اليوم الإضاءة مطفية، أتوقع أنه في شوطة أو حاجة من هالقبيل، بس إن شاء الله من تجيب تحصلوا الإنارة موجودة. S زايد K برجر. حلو يا جماعة الخير، مرة هم آخر كورنر بتحصلوهم، مستر قب قب. طبعا أنا طلبت برجر لحم معهم، بغيت الأكلات العمانية موجودة، بغيت المشاوي أيضا موجودة، هني موجودين هي وعائلتها وأهلها موجودين. مستر قب قب مرة على طول بتحصل هذه اللائحة اللي هي شاطئ الدهاريس، مرة على الكورنيش، مرة موجودين هني، فادعموهم ويستاهلوا. أول بداية شكرا لكل من حضر اليوم فعالية صلالة، بارك الله فيكم واستمتعنا، واعتذر على القصور، وإن شاء الله نشوفكم يوميا على مسرح صلالة. فعلا اكتشفنا مواهب حلوة، شوية نوع من المرح والضحك، وأيضا الأطفال كانوا مستانسين، الحمد لله رب العالمين. ونشوفكم كل يوم، بأمانة وايد سعيد بحضوركم اليوم، حضور قوي جدا، الله يسعدكم إن شاء الله. نشوفكم بشكل يومي في مسرح صلالة. يا غريب كن أديب. أنا جماعة الخير فيني غيرة على بلدي، ترى والله شيء ضر بلدي تحصلني أنزعج، فما بالك يجيك واحد زائر لهذا البلد اللي أنا أنتمي فيه ويحاول أنه يزعج ويتمسخر ويعمل الفوضى في بلدي.
أكيد ما راح يعجبني. اليوم موقف واحد زائر خليجي، وطبعا هذا الخليجي ما يمثل بلده، يمثل نفس التصرفات يعني. أول بداية ما احترم الناس في الشارع، يعني كان يلعب في الشارع يتجاوز وكذا، زحمة سوق. بعدين شاف سيارة فيها بنات مر يعني صوبة، يعني مر صوبهن، يفتح الدريشة يطلب سناب، يأذيهن، ما معطيت لنا وجه يعني، ما أعرف صاحي إيش. بعدين يروح على الثانية، وأنا يا سناك أصور إعلان وأشوفه يعني، أقول هذا هو اللي ما احترمنا في الشارع، الحين أشوفه يا يزعج بنات بلدنا يعني. يا جماعة أنا عادة ما أتدخل في الأمور يا أخي، شلتنا الغيرة. رحت له ربط على البنات، طيب إيش تباب هالبنات؟ أول بدأ أنت ما احترمتنا في الشارع، تتجاوز يمين يسار. ثاني حاجة جالس تزعج بنات البنات الناس. قال من أنت؟ قلت له أنا عماني وأنت ضيف ومرحبا بك، لكن تحترمنا. قال أنت عنصري وما أدري ويش وما تحبون. قلت له لو سمحت أزلف. قال ما بروح. قلت له هذول البنات واللي جالس تزعجهن تعرفهن؟ قال ايوه اعرفهن، رحت لهم. قلت له تعرفنا؟ قال لا هذا زعجنا ورانا ورانا. قلت له لو سمحت بسرعه ازلف، واذا بغى تلعب روح العب في بلادك، لا تلعب في بلادي. تم يتهاوش ونزلوا ربعه وكذا، يبي يضارب ويبي يضاربوني هيش، انا وحدي كنت، هم ثلاثه تقريبا. قلت لهم ثلاثتكم انتوا الحين ركبوا السياره وزلفوا من هني، ولا شيء بيجيكم تندموا انكم تجيوا هنا عمان. وشت راحوا. يا جماعة ألف مرة نقول لكل من يزور السلطنة، يا أخي أول بداية الطريق، نحن في عمان ترى التجاوز، في التجاوز على حافة الطريق مخالفة، يعني تتجاوز من الرصيف مخالفة وحجز وكذا. يا أخي أنت إذا ما تتحمل الزحمة لا تجي صلالة صراحة. ولازم قبل كل شيء، نحن لما نسافر بلد لازم نعرف إيش قوانينها هذيك البلد عشان نحترمها. يا أخي إذا كانت الفوضى في بلدك هذا سويها في بلدك، أما نحن معنا قانون نحترم الضيف، واللي ما يأذينا نحترمه ونحطه على رأسنا. ولكن هذه رسالة لكل من يأتي إلى سلطنة عمان، إذا كنت تفكر أنك جاي عمان عشان تعمل فوضى وعشان تلعب على بنات الناس فأتحمل اللي يجيك. فالشخص عموما أنا أعرف بتقول يحيى إيش تبابهم وكذا، أنا أشوفه والله لو أشوفه واحدي يعني جالس يضرنا انا على طول، والله انا اعترف لكم كم مره ابلغ الشرطه على اشياء اشوفها امامي، والله اعترف لكم ابلغ. فيني غيره على بلدي بشكل، لما اشوف واحد يعني ما منضبط او جالس يعمل فوضى اخزن الرقم واتصل بالشرطه، الشرطه هي اللي تتصرف معه مع وجود الدليل مستعد. بس أما أنك أنت تجي وتعمل فوضى في الشارع وتجلس تأذي بنات الناس، هني عاد لا اسمح لي، هني عاد أنا أول مرة كذا أتدخل فالموضوع هذا، أول مرة يعني حسيت دمي ثار غيرة كذا، شلتني الغيرة والله العظيم. أنا بروح مصدوم، ليش كيف كذا سويت؟ أنا رحت وأكلمهم رغم أن أنا وحدي هم ثلاثة، نزلوا يبي ضاربوا حالتهم حالة يعني، قلهم زلفوا الحين ولا بتندموا انكم جيتوا عمان، خل ربعكم جيوا هني واحترمونا وحطيناهم على الراس. عموما حصل خير، فرسالتي موجهة لكل من يزور سلطنة عمان، احترمنا مثل ما نحن نحترمك.
السلام.